السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم، معكم بلال عراقي. فيديو جديد وآخر الأخبار على الساحة الرياضية، أخبار الأهلي وأخبار الزمالك وكل ما يخص الرياضة المصرية. قبل أن نبتدي ياريت ما تبخلش علينا بدعمك لينا وعمل لايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. رسميا الاهلي ينذر رئيس الزمالك ومديره التنفيذي على يد محضر بسبب تعليق رئيس الزمالك لافتات بمحيط ناديه تحمل شعار نادي الزمالك وشعار الاتحاد الافريقي لكرة القدم مكتوب عليها نادي الزمالك نادي القرن الحقيقي. فايلر يجدد رفضه لضم مدافع بيراميدز عبد الله بكري الذي تم ترشيحه خلال الايام الاخيرة على جهاز الكرة بالنادي الاهلي للتعاقد معه. الزمالك يبدأ الإعداد لاحتفالية نادي القرن المقرر لها 9 يوليو. أعلنت قناة الزمالك عن موافقة مرتضى منصور رئيس النادي على قرار إقامة احتفالية يوم 9 يوليو من أجل لقب نادي القرن. اجتماع مجلس إدارة الزمالك لمناقشة عودة الدوري الذي دعا له مرتضى منصور رئيس النادي لمناقشة بعض القضايا التي تخص النادي، ومن المؤكد ستصدر قرار بعودة الفريق لاستكمال تدريباته الجماعية تمهيدا لموافقته على استكمال الدوري في ظل تمسك الدولة باستئناف النشاط. صالح جمعة بعد أول تمرين جماعي له منذ 6 أشهر تقريبا وصلت هزار مع رمضان صبحي مهاجم الفريق، وذلك خلال مران الفريق الجماعي صباح اليوم والذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة. مران الأهلي كدمة خفيفة لبادجي تتسبب في عدم استكماله المران وواصل التأهيل في صالة الجيم وجلسة بين الشحات وعبد الحفيظ. مدحت شلبي ينضم لقناة اون تايم سبورت 2. يعود الاعلامي مدحت شلبي تقديم البرامج عبر شبكة اون سبورت من جديد. اعلن الكابتن خالد الغندور عن انضمام شلبي لقناة اون تايم سبورت 2، وكشف الغندور ان شلبي يبدأ تقديم برنامجه اخر شهر يوليو. حمدي النقاص لاعب الزمالك السابق يوقع على عقد انضمامه لصفوف نادي الترجي لمدة 3 مواسم. صرح وكيل عماد نبيل دونجا لاعب بيراميدز دونجا يرغب في اللعب للزمالك وقد يحدث تفاوض خلال ايام. محمد بركات مدير الكرة في الجهاز الفني لمنتخب مصر في تصريحات تلفزيونية: استئناف مسابقة الدوري مهم للمنتخب، نسعى لجاهزية اللاعبين قبل اكتوبر. وبكده يكون انتهى الفيديو. ما تنساش لو انت بتشوفنا لاول مرة تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، طبعا تعمل لايك للفيديو عشان تدعمنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.